مباشرة سم مبعد الهد وتمن قوة العزيمة والهقى فوق الهقاوي ما يجدون الهقاوي السليم نادر المطلوخ وزحل الصتيمة ما يروح الفوز لا قد هو به نعزم وناوي سلدنه ما انت عرض دربهم يقفل به سيل النحاوي ما انت عرض دربهم يقفل به سيل النحاوي عاشر سم بعد الهقوات من قوة العزيمة وين هقا فوق الهقاوي ما يجدون الهقاوي السليم نادر مطرخ والزحل الصتيمة ما يروح الفوز لا قد هامهم عزم وناوي والعصي حد على صافر كان الجحيم واهل المجهم ركضوا عاتوا للضوي واحد ما هو بيترك ذل ما يترك حشيمه عادها سيف صقيل وعادها سبي وعزاوي عادها سيف صقيل وعادها سبي وعزاوي من طبع في اشتاد الريمه حول ابن اشتاد الريمه دونه السم الذحاح ودونه الراس الحماوي كل من يسرح مع شرطه نهايته هليمه نخبه وعده قافي النسل دمه من تعرض دربهم يقفي به السن النحوي من تعرض دربهم يقفي به السن النحوي من صفى له يصال الطابات ويذب الخريمه من تعدى له يموت ولا وصل نص الحراوي حضر اللي شكلها فارق بالاوصاف العديمه ترده على معناه العيله بالعد الرهوي مكسب الاقصام شط ما تجي الوسطى فيها الوسيمة يحدث لها كل شكل يجعل الفقر غناوي يحدث لها كل شكل يجعل الفقر غناوي يهبو تركي ولا من ضاعة دري الحكيمة ينعرف عبد العزيز اللي عبد كل غاوي كابدني زود بها القبر ويزودها سقيمة كابدني داوي بها جرح مداواها المداوي المنافس لا قطع من مات من قبل الهزيمة مثل ما من لا تواجد مع خصمه وينهي كبار الأمور وينهي كبار الدعاوي ينهي كبار الأمور وينهي كبار الدعاوي عاشر سم بعد الحقوات من قوة العزيمة ونهقى فوق الهقاوي ما يجدون الهقاوي السليم نادر مطرخ والزحل الصتيمة ما يروح الفوز لا قد هوبهم عزم وناوي والعصي حد على الأقصام بركان جحيم واهل المجهم ركضوا عاتوا الليل ضاوي واحد ما هو بيترك ذل ما يترك حشيمه عادها سيف صقيل وعادها سبي وعزاوي عادها سيف صقيل وعادها سبي وعزاوي من طمع في اشتاد الريمه حول ابن اشتاد الريمه دونه السم الذحاح ودونه الراس الحماوي كل من يسرح مع شرطه نهايته هليمه صامل ما به ليون ولا كسر كل جاوي احتمل نخبه وعده قافي النسل دمه من تعرض دربهم يقفي به السيل النحوي من تعرض دربهم يقفي به السيل النحوي من صفى له يصل الطابات ويذب الخريمه من تعدى له يموت ولا وصل نص الحراوي حضر اللي شكله شاطن ما تجي وسط بني مهمن يدور غلطها مقطوعة كل الرجاوي اشترى من كل هزعة تختلف فيها الوسيمة يحدث لها كل شكل يجعل الفقر غناوي يحدث لها كل شكل يجعل الفقر غناوي اهبو تركي ولا من ضاعة دري الحكيمة ينعرف عبد العزيز اللي عد كل غاوي كابدني
ذاق طعم الموت من قبل الهزيمة مثل ما قال ذاق خرب الجول من حر النداوي اي تحالى بكل خصم لا تواجد مع خصمه وينهي كبار الأمور وينهي كبار الدعاوي ينهي